السادة النقابات وكذلك جمعية المجتمع المدني كل باسمه وكل بمقامه مع اختلاف الأرقام مع اختلاف الألقاب والأسماء والمقامات نقول لكم السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن هي وقفة تشرفية بين مديرية التربية والشريك الفاعل الهيئة الوطنية لتربية الصحة وطول البحث فورام. دائما هذه الجمعية وهذه الهيئة دائما تمشي بخطوات ثابتة من أجل التقييم المضاف للمجتمع وكذلك من أجل إبراز وكذلك وضع بصمتها في المجتمع لا لشيء ولكن من أجل أن ترفع حاسة الشعور بالمسؤولية. إذن هكذا هم رجال الصحة الذين دائما يقفون على قدم الوساق من أجل كذلك التنوير وكذلك إعطاء كل ما هو أحسن وأنقى لخدمة المجتمع. مرة أخرى أشكر الجميع الذي تجاوب معنا، أشكر الجميع الذي كذلك دعوناه في استجابة هذه الدعوة الكريمة. إذن نحن معكم، ابقوا معنا سواعي من الزمن إن شاء الله، وسوف تنقي هذا البرنامج إن شاء الله على يكون إن شاء الله برنامج كريم وإن شاء الله على بصمتكم إن شاء الله. إذن بدون إطالة أوسع مجال لسيدي الذي يمكن له كل التقدير والاحترام مدير التربية، هذا الرجل الذي مهما قلنا عنه فإنه في حقه دائما يمشي بخطى ثابتة من أجل كذلك رفع التحدي وكذلك من أجل كذلك تطوير وكذلك سفر المغرب لكل أبنائنا وبناتنا الذين يمشون في هذا المشوار التربوي. باسمكم جميعا رحبوا معي بالأستاذ شيبان مدير التربية، فليتفضل بكلمة مشكورا غير مرغوب.